مستمعينا الكرام، انطلاقاتنا والتحديات تستمر على أرضية ميدان المرموم تحفة الميادين. أعلنت في هذه اللحظات شوطنا الثامن انطلاقته مكملا للجولة الثانية، ويعتبر من أشواط الإنتاج والمنتجين الذي خصص للجعادين المهجنات الأصايل الثنايا والثمانية كيلومترات، الثمانية كيلومترات هي مسافتنا، المسافة الماراثونية. أتقدم ما بعد الانطلاق، أتقدم مع المركز الأول وأتابع الصدارة والمقدمة في هذه اللحظات. اليورانيوم على المركز الأول، ويقدم اليورانيوم سعيد بن سليم بن سويدان العويسي على المركز الأول، والصدارة مباشرة إلى ثاني المراكز. ويتواجد غازي لحمد بن مطر بن عمير الشامسي، والمركز الثالث يتواجد ما يخاف بخيت بن سالم بن محمد بلوتية العامري، والمركز الرابع وداع القادم لعلي بن عبد الله بن سالم المسافري، والمركز الخامس يصل في هذه اللحظات همام مطر بن يمعة بن عيد بن يمعة الفلاسي، من يقدم همام على خامس المراكز. والمركز السادس يتقدم شاهين لحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، ما شاء الله مقدم انطلاقات وتحديات شاهين على المركز السادس. والمركز السابع يتقدم شايم محمد بن عبد الله بن غدير بن سعيد الدرعي، يقدم شايم على سابع المراكز. والمركز الثامن مغرد القادم وشعار بن ميرين يتواجد على ثامن مراكزنا، يقدم مغرد سلطان بن علي بن سلطان بن سالم بن ميرين الاكتبي، ما شاء الله. المركز التاسع يتقدم راهي حمدان بن غافل اليحابي، والمركز العاشر اختم النداء في هذه اللحظات مع انطلاقته وتحديات. المركز العاشر شاهين وهلال بن صوايح بن سيف الاكتبي مقدما انطلاقات وتحديات شاهين على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة. عودة مع البداية والمقدمة مشاهدينا متابعينا الكرام، بعد أن ختمنا ندانا الأول للعشر المراكز الأولى المتقدمة، وتابع الأسماء القادمة في هذه اللحظات. ما شاء الله، هل الإنتاج والمنتجين حاضرين مع هذه الانطلاقات والتحديات في عالم الأصايل في مهرجان ولي عهد دبي. عودة مع البداية، عودة مع المقدمة، عودة مع غازي على المركز الأول، غير واحتل الصدارة. حمد بن مطر بن عميرة الشامسي يقدم غازي على المركز الأول من الجانب الآخر، وتابع ما يخاف القادم بخيت بن سالم بن محمد بلوتية العامري القادم على ثاني المراكز مقدما انطلاقات ما يخاف. المركز الثالث، وتابع اليورانيوم يتراجع إلى ثالث المراكز، وسعيد بن سليم العويسي يقدم اليورانيوم وتحدياته وانطلاقاته، ما شاء الله. المركز الرابع، وتابع شاهين وشعار بن يريو القادم، حمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري مؤكدا حضوره، ما شاء الله، مع هذه الانطلاقات والتحديات. والمركز
الخامس المجموعة الأولى ما شاء الله هنا انطلقت وتقدمت وشايم على خامس المراكز محمد بن عبد الله بن غدير بن سعيد الدرعي يقدم شايم مع المركز الخامس. خمسة أسماء بدأت تنفرد وتباعد في هذه اللحظات مع منتصف مسافتنا 8 كيلومترات، قطعنا الأربعة وتبقى 4 كيلو، بنشاهد وبنتابع ما شاء الله التحديات هنا مع انطلاقة على المركز السادس يصل ويتقدم في هذه اللحظات راهي حمدان بن غافل اليحابي مقدما راهي على المركز السادس، والمركز السابع يأتي مغرد سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين يقدم مغرد على المركز في هذه اللحظات على المركز السابع والمركز الثامن. وتابع وتابع أول الواصلين على سابع أو ثامن المراكز عفوا يتقدم هنا بهذه اللحظات البدع وعبد الله بن سعيد بن معيض النيادي، وصل شعار بن معيض على المركز الثامن، والمركز التاسع يتقدم شاهين مطر بن عبيد بن غدير الاشتبي قادم في هذه اللحظات، ومياس على المركز العاشر راشد بن حميد الخاصوني الاشتبي قادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام مع ندانا الثاني للعشر المراكز الأولى المتقدمة، وبنقول في أسماء ننتظرها بهذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام، أسماء قادمة وشعارات قادمة صالت وجالت في عالم الأصايل كيلو الغابات وحزام الغابات. على يمين هذه الأسماء بدنا نغادر لفتة 3 كيلومترات، بنعود إلى الصدارة، عودة إلى البداية، عودة إلى اليورانيوم، غير اليورانيوم وعاد إلى الصدارة وموقعه الرئيسي في هذه اللحظات اليورانيوم. سعيد بن سليم العويسي يتقدم على المركز الأول ويقدم اليورانيوم وتحدياته وانطلاقاته، وبدأنا ننعطف في هذه اللحظات واتجاهنا سليم إلى المنصة الرئيسية إلى خط النهاية إلى الزعفران المادة التراثية وغازي حمد بن مطر بن عمير الشامسي القادم أحد القادمين من مدينة العين بالتحديد زاخر. المركز الثالث ما يخاف خيط بن سالم بن لوتي العامري، والمركز الرابع شايم محمد بن عبد الله بن غدير الدرعي، والمركز الخامس يتقدم راهي حمدان بن غافل اليحافي. لا تغفل يا اليحافي خلك مركز ومصحصح في هذا المسار ما شاء الله. المركز السادس يتقدم في هذه اللحظات شهيد حمد بن سعيد بن غانم بن يري والمنصوري ما شاء الله مدرج الهبوط. بدأنا نغادر لفتة 2 كيلومتر وبن معيض يتدخل في هذه اللحظات. البدع عبد الله بن سعيد بن معيض النيادي القادم بهذه اللحظات مقدما انطلاقات البدع وتحدياته. بن ميرين القادم في هذه اللحظات مع مغرس سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن بدأ يتدخل في هذه اللحظات مولع محمد بن نصيب بن سهيل بن يطبع العامري، يبغي نصيبه بن يطبع في هذه التحديات في هذه المنافسات ما شاء الله تبارك الله. بدأت الأسماء بالزحف في هذه اللحظات. انذار سالم بن محمد بن سالم بن نواس الاشتبي وشعار المتحدي قادم مع أشهب سالم بن سعيد بن منانة الاشتبي مؤكدا حضوره مع هذه الانطلاقات والتحديات ما شاء الله تبارك الله. عودة مع البداية، عودة مع لفتة الألفة والميتين
عن خط النهاية ما شاء الله. البداية في هذه اللحظات، البداية مع شايم 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 على الصدارة، مسعف يا سلام بن قطامي العامري، أول نداء لمسعف القادم في هذه اللحظات. سعيد بن محمد بن قطامي العامري على المركز الأول، المركز الثاني ما يخاب خيط بن سالم باللوتية العامري، وبن ميرين بن ميرين بن ميرين من الجانب الآخر يقدم مغرد سلطان بن علي بن سلطان بن ميرين. والمركز الرابع، المركز الرابع الغرنجية، أول ندى للغرنجية، وصل شعار بن حلوة وشعار راي أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي القادم في هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله، شوف التحديات في الامتار الأخيرة، روح بن حلوة روح، تقدم بن حلوة يا حلوة أيامك يا بن حلوة. هل الخوانيج ما شاء الله، هل التخريج دائما في عالم الأصايل، في عالم سباقات الهجن، في أشواط الإنتاج، شعاري راهية ينطلق هنا على المركز الأول، شعار مشغلة وشعار العديد والعديد من اسماء ما شاء الله، ممثل الخوانيج يتحرك هنا على المركز الأول، تلاعب بأعصاب الجميع في الأمتار الأخيرة، مؤكد الحضور. تهانينا والناموس لمالك الغرنجي أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي، مشكور يا أبو محمد مشكور، وحلوة يا بن حلوة ممثل الخوانيج. المركز الثاني مشاكل لحمد، المركز الثاني مشاكل حمد بن محمد بن محنة بالويع العامري، وصل على المركز الثاني. والمركز الثالث ما يخاف لبخيت بن سالم باللوتية العامري، والمركز الرابع شعار بن ميرين مغرد لسلطان بن علي بن سلطان بن ميرين الكتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس همام لمطر بن يمعة بن عيد الفلاسي. هكذا هي النتيجة ما شاء الله، عودة مع التوقيت الزمني. وهل الخوانيج، هل الخوانيج وهل التخريج، 12 دقيقة 32 تسع أجزاء من الثاني هو التوقيت الغرنجي ما شاء الله تبارك الله، مؤكدا حضور شعار أحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي. المركز الثاني اللي وصلنا مشاكل لحمد بن محمد بن مهنا بالويع العامري، مشكور يا بالويع على هذه المشاركة. 12 دقيقة 35 بالوفاء والتمام هو توقيت مشاكل، وتوقيت مشاكل بالفعل حاصل على المركز الثاني. والمركز الثالث اللي وصلنا ما يخاف توقيته الزمني 12 دقيقة 39 ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لبخيت بن سالم بن محمد باللوتية العامري، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.